ولكن بنصوت ب200 دولار باكيج. مرحبا بكم دائما ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان موازين قاعات العالم المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. نستقبل هنا الفندق ماريوت النجم اللبناني الكبير مروان خوري. اهلا فيك، شكرا، مساء الخير، تحياتي للكل، شكرا لوجودكم. أو يمر خلال مهرجان موازين، لأنه مهرجان بهالكبر هيدا بهالتنظيم بهالضخامة واللي يعني بيستضيف كبار الفنانين من العالم كله سوا، وهيدي نقطة مميزة يعني من الغرب ومن الشرق والدول العربية، أكيد حتكون محطة مهمة وضرورية لكل فنان. لذلك بشكر المهرجان والقيمين على استضافتي، وأنا بحرص دائما أكون موجود، يمكن هي صارت ثالث مرة بعتقد، فهذا شرف لي. بالنسبة ل أنا ما بعتبر حالي مخبوي أبدا، أنا بحاول إنه أعمل توازن بالموسيقى ما بين الماضي والحاضر تبعنا، لأني أنا من جيلي كان لي هالحظ إنه شوي كون موجود بالفن السابق، وللأسف هو لأنه الموسيقى منا على حالة ومنا بحالة ازدهار كبيرة، بس نحن دائما بنحاول إنه نستمر ونطلع على تواصل. السلام عليكم، مروان، مرحبا بك في المغرب. عندي سؤال بالنسبة، أنت ككاتب وملحن تبارك الله ما شاء الله عندك صيت في العالم العربي أكيد والعالم ككل، القضية الفلسطينية واش ممكن نشوفوك في العمل يجمع الفنانين العرب ولما لا حتى الأجانب؟ أحداث على مستوى التاريخ يعني وحدث مؤلم جدا ومصيري، يمكن الموسيقى هون ما بيكون لها دور كبير بقلب المعاناة، يعني بالصرف بالظروف اللي عم نعيشها هلا يمكن شوي دغري حتكون اصغر من اي حدث عم يصير. الاحداث مؤلمه جدا، ويمكن بس انه اي فنان يعبر بصوته عن طريق السوشيال ميديا انه انا موجود وانا ضد الاباده اللي عم بتصير وضد كل شيء عم بيصير واللي هو منه صغير ابدا في مصير شعب. إن شاء الله هالمرحلة تقطع بالطريقة اللي بنتمناها نحن رغم كل الصعوبات، ومش بس العالم العربي تحديداً لبنان عم بيعاني من هالموضوع جداً رغم المصيري. لذلك أنا فنياً بحس إنه أي أغنية حتكون صغيرة شوي بالنسبة لضخامة الحدث، بس ما في شك أكيد لازم يكون في دور يجمع إذا بدك الفنانين ككل بعمل، يمكن مش هلا بس بأقرب فرصة وقت الأمور شوي بتوجه بيوضح الاتجاه. شاء الله الشامل والكامل ان شاء الله ربي ما شاء الله عليك. مروان الخوري نورت موازين ومرحبا بك. غازي خليل من اذاعه الجوله من تونس، ولقينا في اكثر من مناسبه، سعيد بعودك الموازين. بخصوص اسئله يعني عروضك السابقه كانت في المنصه الشرقيه منصه النهضه، والليله يعني العرض باش يكون على ربح مسرح مهم المسرح الوطني محمد الخامس، يعني هل سيختلف العرض يعني بالنسبة لمروان؟ نعرف مروان في عروضه عادة ما يغني حتى أغاني كان لحنها عزب الحبايج بدمون وغيرها، يعني سيختلف العرض ولا ليس؟ بدي أقول لك شغلي، نحن كفنانين يمكن نتمنى دائما أن نكون على مسارح، على المسرح يعبر عنها أكثر. أنا تحديدا أكون بمسرح بمهرجان يكون اللقاء مباشر، بس احيانا كثير نحن بنكون باماكن اخرى بصالات كبيره بهول باوتيلات، بس الشغله الوحيده اللي انا دائما بعمل فيها توازن هي انه انا بقدم تقريبا ذات الجو، يعني انا مش حسب المكان بتغيروا اغانيه،
تغير الطابع واحد ان كانت احيان راقصه او رومانسيه، واللي بيحضروني بيعرفوا انه كمان مروان مش بس الرومانسيه مختلف وانا بحبه شخصيا اكثر، بس باقي منع الفنان يتواجد باماكن اخرى. حنقدم القديم والجديد كمان اللي قدمته من فتره صغيره انا وفرقتي الموسيقيه، ومثل ما قلت كمان انه دائما بقدم اغاني اللي مش بس قدمتها بصوتي، لانه انا بعتبر عندي ارشيف كبير كمغني وكملحن وشاعر، لذلك حتسمعوا كثير الاغاني اللي بقدمها لغير فنانين بدون ما اعطيها امثله، بس الاغاني موجوده دائما لالي ولغيري من المغربيين. يجوز تماما بان انت تكتب وتلحن، يعني بنشوفوا تقنيه الذكاء الاصطناعي تقتحم الميدان الفني زاد في الانتاج، فما تخوف من اي اي؟ ايه في تخوف، في تخوف على كل شيء وخصوصي الكرياتيفيتي، يعني كل شيء الخلق بصراحه والفن تحديدا. ما في شك الاي اي فايت على كل شيء وحنشوف فروقاته سريعه. حنقول شغله لانه الموضوع اللي عم تحكيه مهم، نحن جيل محظوظ وغير محظوظ كثير، يعني التسهيلات كثير وحيساعدنا هالشيء بطريقه كبيره، بس بذات الوقت تغير نمط الحياه والاشياء اللي تعودنا عليها حتتغير بسرعه، ونحن انسان كائن يتعود على المكان والزمان تبعه وعاداته، لذلك قبل يمكن كانت تتغير الموسيقى كل 20 سنه او 10 سنين، هلا ممكن تتغير بشهور، وهذا التأقلم صعب كثير على كل الناس وتحديدا على الفنان، لانه الفنان دائما مطلوب منه يخلق شيء جديد. بقى هلا عم تتنافس مع آلي وآلي ذكية جدا وتتكيف بسرعة غريبة، وبالموسيقى تحديدا وبالتوزيع وبالتلحين بلشت تفوت هلا وعم بلش تعطي نتائج بعد ما صارت معلنة، بس أنا بأكد للكل إنه حتفوت بمنافسة، ونحن كفنانين حنفوت بمنافسة غير عادلة معه. بس وتقول في البصمة الإنسانية في تجربتنا الخاصة بتضل، والروح يعني مضبوط بتضل تعطي بصمة خاصة، تحديات كبيرة، بس كمان الفنان دائما عنده تحديات بفنه ان شاء الله. مساء النور، فتيحة رشدي بوابة منارة. يذكر مروان خوري وتذكر السهرات والحفلات الرومانسية والحفلات الدافئة، الحفلات التي تسافر بالجمهور إلى عالم الجمال والسحر. إلى أي مدى سيسافر اليوم على منصة الوازي مروان بجمهوري الى اي مدى من هذه الاعمال؟ لكن ممكن فكره يعني مبسطه حول البرنامج من القديم الى الجديد من مقاطع من عمالقه الفن بطريقتي وبالطابع ديالي. مضبوط، يعني نسبت الي الرومانسيه يمكن لانه انا بطبعي رومانسي وخصوصي الفن اللي قدمته بروح بهالاتجاه بالغالب. مثل ما قلت لزميلك انه لا بيقطع اغاني في ايقاع، يعني مثلا مثل الدلعونه او قدم اشياء شعبيه تراثيه لبنانيه حسب الجمهور، بس كيف ما بدي يكون رومانسي بامتياز الليل وانا بالمغرب، يعني الجمهور الدافئ والعاطفي واللي بحب اغاني الحب دائما هو كان يصدق الفن العربي والمصري والاغاني اللي هي عاطفيه بالكلام وباللحن. حتكون رومانسيه بطبيعه الحال بمشاركه تضل انا رفيقي البيانو اللي هو كمان له دور معي على المسرح مع فرقتي الموسيقيه، وحقدم كل اللي بلشت فيه من 2004، صار في اذا بدك كلاسيكيات سابقه اللي هي كل القصايد، قصر الشوق، الاغاني اللي قدمتها للمسلسلات اغنيه لو اللي هن صاروا محطات عندي، الاغاني اللي قدمتها لغيري مثل بتمون، الدلعونه، عز الحبايب، معقول، كل هالمجموعه واكيد حينضاف اغنيتين جديد اخرهم كان الديو اللي قدمته مع الفنانه بلقيس اللي هي خدي الغمرات. لا بوعدك بهيك بروجرام من سؤال ثاني، هل من الممكن ان نرى مروان في تجربه دراميه مثلا، خصوصا شفنا في التجربه اللي كانت في مدرسه الحب يعني كانت رائعه جدا، علاش ما عدنا شفنا مروان في تجربه مميزه؟ انا بشكرك وانت رائعه، مع انه انا ما كثير كانت ملاقيها تجربه كثير ناجحه، كانت حلوة ومن كانت من حب الأصدقاء والكاتبة بوقتها الصديقة والمخرج، بس أنا ما حسيت حالي إنه هالممثل، ما بقول لا إنه ما حيصير تجربة أخرى، بس
إذا كان في شيء بيوم من الأيام بيجمع مروان الفنان المغني مع الممثل ساعتها بيكون له بركة. بس أنا نور مروان معي نجحة مسلم سمي اللي هو تنخط تجربة الضيوف يعني الأكثر مرة عند مصباحة والقيس إليسا شو هو العمل الأقرب لقلبك وهذا ممكن نشوف الضيوف مثلا ضيوف في المستقبل؟ أنا بحب الضيوف. هلأ البعض بتخيل انه يمكن الديو هو بس تسويقي مثل ما البعض بيعتمدوه، يعني وقتها بيكون صوتك الى جانب نجم اخر بتعطي انتشار ما في شك. بس انا عندي هالهاجس هيدا، بس الهاجس اكبر هو عندي فني، يعني بحب شارك احساس اخر و اذا بدك كاركتر مختلف وجمهور اخر عبر الفنان. كمان هالتجربه تعمقت عندي من خلال برنامج طرب اللي قدمته على التلفزيون العربي، اللي هو بكل حلقه كنا تقريبا نعمل ديو لاغاني معروفه من الزمن الجميل من الزمن الحاضر. حبيت هالتجربه وحسيتها بتعطي غنى، لذلك انا برايي فيها غنى. كمان بتعطيكي شيء جديد وقت بتشاركي مع فنان اخر. لهلا الدويتو عم بيكونوا كانوا مع فنانات و يعني بتشرف بكل اللي شاركته، يمكن الابرز هو كان لهلا اغنية يا رب مع كارول سباحة. بس يمكن يكون في كمان مع فنانين وبقعد بديو حلو كثير اذا الله راد مع صابر الرباعي، الفنان صابر الرباعي باحدى حلقات طرب اللي ما عرضت بعد بس حتنعرض قريبا. مغاربة الشرف اكيد في اسماء كثيرة، بس بعد ما سائرت الظروف وكان حكي كان في حكي مع هلا برجع بتذكر كيف في اكثر من اسم اذا بدي هلا بتذكر مع مسار. هلا قدمت عن اسم جنات اللي كثير بحب صوتها وبحب حضورها، ان شاء الله بيكون في شيء صار. استاذ مروان انا سعيد ان انا اشوفك، انا عاطف سليمان اخبار الهوك ان شاء الله بس الله يخليك عبد الرحمن كلمك بس انت دخلت صحيح لا ما الظاهر مش مشكله. سؤالي وانا سعيد جدا ان انا اشوفك في موازين نتواصل سوا، الى اي حد يعني مش شايف النهارده الطفره الغنائيه اللي كنا بنشوفها على ارض العمل الوطني والوطني الاكبر؟ واخد بال حضرتك احنا في ظروف النهارده محتاجين زي الحمل العربي زي الوطن الاكبر، فمش عارف دماغك وانت فنان مبدع عظيم تملك الصوت الطربي المؤثر اللي احنا كلنا بنحبه وشكرا. الله يخليك. رح اقول شيء بس اكون صادق مع نفسي. ويمكن اكون غلطان يمكن بس عم بحاول اعطي رايي. استاذي بعتقد تغير كثير تفكيرنا ويمكن غلط ومشاعرنا وايماننا بقضايا كبيره. عم تحكي عن زمن كيف في قضيه عربيه كبيره. تحت ألويد يعني زعماء كبار وكان عندنا طموح وأحلام لأشياء كبيرة وكأنه حطم جزء كبير من هالحلم. عم تشوف الظروف اللي عم نعيشها هلا، ما في شك في تعاطف عربي بس ما في دور فعلي باللي عم نعيشه بالأزمة اللي عم بتعيشه فلسطين. هيدا بينعكس على الفنانين. سقف الحلم كان كبير وكان عبد الحليم يقدم قدوم عبد الوهاب، وأنا بتمنى يرجع هالشعور هيدا لانه الفنان يتحرك تحت لواء اذا بدك المجتمع والسياسي والقضايا الكبيره. نحن انعكاس للحاله الاجتماعيه والسياسيه. ما بحب الا في كلمه في حاله احباط عايشينها وكانه هدفنا هو الاستمرار مش اكثر. بتمنى نرجع لصرف نحس انه نحن كفنانين معنيين اكثر بقضايا اكبر وبعالم عربي فعلا هو عنده قضيه موحده. اكيد يكون لنا دور فني يجمع اسماء كبيره. انا بحكي كمان كلبناني، يعني ما فيني انعزل عن وضعي بلبنان، انا يمكن قدمت اغنيه وطنيه لبنانيه بس ما قدمتها مثل ما قدم السابقين تغنيا بس بلبنان، لا قدمت وجع اكثر يعني. ما بعرف عندك تعبير. متبني الحلم العربي الحلم العربي مضبوط حضرنا حلم، يعني هذا الحلم موجود وتقدم عمل للحلم العربي كان حلو كثير. وكانه نحن في تراجع من وقتها، يعني بتاسف كل شيء، في تراجع من وقتها.
يا رب يرجع الأمور تاخد شكل تاني أو نحتفل سوا بالحياة على الأقل بالحياة يعني نعيش سوا بعيد عن الحروب على الأقل. السلام عليكم. سؤالي الأول هو متى سيصدر مروان خوري أغنية مغربية 100% كتابة ولحنا وتوزيعا؟ سؤالي الثاني هو قلت في تصريح سابق بأن لا يجب أن نسمي الزواج بالقفص الذهبي وخشيت أن تدخله في البداية، هل ما زلت عند رأيك وهل الزواج يقيد حياتك أنا؟ أوكي، أول سؤال كان أنا بس حكيت عن الزواج راح تركيز. أغنية مغربية دين فول وكنت أقول قبل يسألوني بدي معلش بسكرها من يمكن 10 سنين يقولوا لي مروان ليش الفنانين رغم الفن المغربي الغني كثير والمنوع ليش بعد ما في أسماء منتشرة خارج العالم العربي إلا من خلال مصر أو من خلال لبنان أو مطرح تاني؟ قلت لهم أنا واهب كبير بس ما في وسائل. وش وجدت الوسائل؟ السوشيال ميديا والإنترنت. شفنا أسماء كبيرة من المغرب عم تبين الشباب اللي فعلا يعني بشاف الحال فيها، وسمعنا الاغنيه المغربيه مضبوط وتعرف عليها الكل يعني ما بيعرفوها اساسا، لذلك بيشرفني ان انا اغني، بس اغنيه مغربيه مش سهله يعني إلى شروطها إلى ايقاعاتها. بعتقد مش بعتقد على اكيد اذا بدي اغني شيء حيكون اخذ من شاعر مغربي لانه الكلمه اهم شيء دائما، الكلمه تكون نابعه من صاحبها يعني يعني شاعر هو من صاحب الارض اذا بدي، وانا بقدر اتكيف بالايقاع وباللحن وبالكلام، هيدا وعد مني وبضل اقول ولو اني متاخر انا شوي كسول بانتج بس ما بحاول اقدم شيء لما تكون مرتاح. الزواج كان عندي موقف منه، مش موقف، اللي تحس انه انا ماني بحاجه اتزوج الا وقت بيكون في الحب اللي بدي اياه والظروف اللي انا بحاجه لها، وبقول دائما كل انسان له توقيته، في ناس تتزوج بكير في ناس تتزوج مؤخرا، بس بقول من بعد ما تزوجت بعمر مؤخر انه عملت شيء صحيح، وانا سعيد حاليا مع زوجتي الحمد لله، وخسرت شوي من حريتي بس معلش ربحت من قبيله امان واستقرار واهتمام. ما بنربح كل شيء بالحياه كلنا بنعرف هالشيء، المتزوج بيشكي من شيء والعزب بيشكي من شيء. دائما بنفتش على حلم ما حققناه. لازم الواحد يضل يحلم بس كمان يعيش الواقع ويتسع فيه. مساء الخير، ولاء عمران جريدة الجمهورية مصر. أستاذ مروان أنا بس هاخد تعقيب من كلام حضرتك على سؤالي السابق. حضرتك قلت إنه أنتوا كفنانين عندكم حالة من الإحباط بسبب الأوضاع السياسية في كل البلاد العربية تقريبا. عايز أسألك هل الفنان المفروض يكون ليه دور سياسي أم وجهة نظر سياسية باعتباره جزء لا يتجزأ من مجتمعه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك كنت مشهور أكثر في البدايات كملحن مش مطرب، فأنا عايز أعرف إيه أكثر حاجة أضافت ليك؟ الملحن هو اللي أضاف للمطرب ولا المطرب هو اللي أضاف للملحن؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، الفنان أكيد هو المواطن، كان عم يكذب على حاله إذا ما كان عنده موقف أو إذا بدك توجه عاطفي لاتجاه معين، بصمات داخلية، لذلك أنا ولا يوم فوت فيها، لأنه بدي أقول شغلة، مش شغلة هين الواحد يكون فنان، وهيدي نعمة كبيرة، وبقولها أحيان السياسي ينجح باستقطاب الناس، أحيان كثيرة، عبر ترسيخ الانقسامات بالمواقف. بينما الفنان بينجح دائما باستقطاب الكل، يعني انا وقت بقدم فن ما بيجي يقول انا جاي هون لا كفنان بس لبناني، انا بفتخر انه جاي كفنان لبناني، بس الناس بحبوني لانه انا عم بقدم لهم موسيقى بتشبههم وبيحبوها، ونحن بالعالم العربي ما في لغات، نحن في لهجات كلنا بنفهم على بعضنا، لذلك انا بشكر ربي انه انا وقت بوصل على اي دوله عربيه بحس حالي كانه بلبنان، وهيدي نقطه لازم يعني يشوف حاله فيها اي فنان. واني انا اخرقها وحولها لشيء سيء عبر اعطاء راي جزئي سياسي بكون انا عم بخسر قضيتي الاساسيه اللي هي الفن. البعض بيعتبرها مسيره انه الفنان ما بيحكي تيسير، لا، الفنان مجبور يكون مع فنه ومع جمهوره. بيقدم اشياء برجع بقول وطنيه عامه قوميه ثابته بس ما بيفوت
بتفاصيل، لأن التفاصيل كمان بتتغير مع الزمن. بالنسبة للملحن، الحقيقة هيدا أنا ابتدأت ملحن وشاعر، ابتدأت تقريبا من قبل 2000 وقدمت مجموعة كبيرة للفنانين، وبعدين ابتدأت بالغناء. وكان شوي في صراع إذا بدك، خصوصي من الصحافة، إنه مروان أنت نجحت كملحن شاعر ما تخاطر بالغناء إذا ما نجح. لا، مع الوقت اللي صار إنه العناصر هيك دعمتني أنا، يعني بعدني لهلا بحاول وبصر إني أنا أكون شاعر وملحن وعم أقدم أغاني لغيري، يمكن مش بذات الكثافة، وبذات الوقت كثير بكون سعيد وقت بتواجه مع الناس، وقت بطلع على المسرح و بصير في هال إذا بدك التعاطي المباشر مع الجمهور اللي هو شعور رائع ما في بشبهه. التلحين بخليك تتفاعلي مع الناس بطريقة غير مباشرة وبتبقي للزمن. بس المعنى بالنسبة لي مجموعة من الناس حين سألوا عن برنامج جديد طارق مع مرة مثل كل الناس، يعني أي أكيد بهمني نقطة أساسية بعتبره برنامج طارق لا تلفزيون العربي، اللي بشكر إدارة التلفزيون على ثقة، لأنه هذا برنامج بقدم نظرتي الخاصة بدون أي شروط، واللي هو تحت لواء الزمن الجميل، وفعلا هو زمن جميل. عم نحكي يمكن من الثلاثينات القرن الماضي لزمننا تقريبا، بس بنحاول نثبت أكثر الحالة الترابية بالغناء. نحن قدمنا 4 مواسم وسجلنا الموسم الخامس اللي انعرض منه 3-4 حلقات، واهم من ابرزه كان مع الفنان كبير هاني الشاكر، والحلقه كان لها صدى حلو كثير عبر التلفزيون وعبر الانترنت والسوشيال ميديا. بس للاسف الاحداث اللي وقعت بغزه، والتلفزيون العربي هو تلفزيون جدا ملتزم بهالقضيه، كان في رايي انه يتعجل العرض للظروف تكون صارت تسمح اكثر. نحن بانتظار يا رب انه الامور الاهم مش البرنامج، هلا الاهم هو الوضع هوني، وكنتيجه بيرجع بيتقدم البرنامج. بس بدي احول انه بقول هالبرنامج وهالسيزون هيدا الخامس بضم حلقات كثير مهمه مع اسماء كبيره، حفظ الالقاب صابر الرباعي شوي النظر عم يخف على عمري. اوكي سؤالي حول اكراه اللهجه المغربيه وعلاقتها بانتشار هذا الفن المغربي في الوطن العربي. كيف ترى حضور أغنية مغربية باللهجة المغربية في الوسط العربي؟ هذه من جهة. سؤال ثاني، رأيك في فنان المغربي معرف برنامج الزمن الجميل وكان له حضور قوي، وكنت شاهد على الأداء ديالو اللي هو عند ريف المغرب أيوب تيجاني؟ صحيح صحيح. ليك بدي بلش من الآخر اللي هو على الأسماء سببتك أيوب أو غيره، أولى بصدق بمسؤولية، ما في صوت مغربي قطع بالبرنامج أو يمكن معنا كمان. أنا اشتركت بلجنة حكم ببرنامج الأسماء الجميل بأبو ظبي، يمكن ما أذكر الأسماء كثير، بس أصوات كلها رائعة ومتمكنة. الصوت المغربي يأتي من ثقافة دائما. بالنسبة للأغنية المغربية بدي حي الشباب اللي عم بيقدموا هالأغنية واللي استفادوا من المخزون المغربي، المخزون الموسيقي المغربي والإيقاعي والشعري كثير غني. بس مثل ما قلنا ما كان فيها الانتشار هيدا لظروف الإنتاجية دائما. الشباب قدموا كومبينيشن حلو كثير ووصلت للعالم العربي وبلشوا كثير يقلدوها، يعني صارت محطة. مثلا النجم سعد المجرد مميز جدا، يعني عمل خطوة مش هيني أبدا بالنسبة لجيله، وجيله من الشباب كله كمان قدموا هالشيء الحلو، لذلك برافو فعلا لهم. وهيك يمكن بدون مساعدة كبيرة انتاجية يعني مباشرة عبر اليوتيوب وغيره. بتمنى لهم كل التوفيق، وبعتقد هيدي بداية للشباب المغربي فعلا واستمرارية انه يسمعوا الناس الفن المغربي الحقيقي. النجم الكبير مروان خوري نجم من السادة المسرح الوطني محمد حجر، شكرا.
انا واحد انا زعما صحيح صحيح كان شي كامل الاسبانيه كل شيء ها انا كان شو Thank you.